اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطيه الخاصه. طبعا في صدمه كبيره انتابت الجميع بعد اعلان الفنانه بدريه طلبه امبارح عن اجراء الفنان شريف دسوقي عمليه جراحيه تم خلالها بتر ساقه. كتبت بدريه طلبه على فيسبوك عن تجربه عشتها مع بابا الله يرحمه. صعب قوي بني ادم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، وكتبت ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير. وقال كمان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن النقابة هتتكفل بنفقات علاج الفنان شريف دسوقي، موضحا في تصريحات لليوم السابع بمجرد علمه بهذه العملية تواصل على الفور بأسرة الفنان شريف دسوقي، وأكد إن نقابة المهن التمثيلية هتراعي حالته الصحية لحين الاطمئنان عليه تماما. ومع خطورة مرض السكري أحد الأمراض المزمنة اللي تسبب في الحقيقة في البتر لساق الفنان شريف دسوقي، معانا الدكتورة إيناس شلتوت أستاذة البطنة والسكر بالقصر العيني عشان توضح لنا أكتر عن مرض السكر ومخاطره وممكن يؤدي لإيه. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا هان. يعني في البداية إزاي نحمي نفسنا من مرض السكري وطبعا ما يتسبب فيه هذا المرض بعد كده؟ الحقيقة إصابة القدمين في مرض السكر أو اللي احنا بنسميه قدم السكري بتحدث في حوالي 1% من مرضى السكر سنويا. برضو الإصابة دي احنا مش بنتكلم على الإصابات البسيطة، ولكن بنتكلم على حالات البتر الناتجة عن الإصابة بالقدم السكري، وزي ما بنقول ان هي بتحدث في 1% من مرضى السكر كل عام. إصابة القدم السكري بحالها بقى على بعضها كده بتحدث في حوالي ربع مرضى السكر. الإصابة قد ترتبط بطول حدوث السكر، يعني الناس اللي عندها سكر بقالها سنين طويلة بتبقى أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القدم السكري. ولكن في بعض الأحيان لوحظ أن هناك أشخاص بيبقى السكر لسه جاي لهم حالاً وفي نفس الوقت يصابوا بقدم سكري، ولكن طبعاً دي تعتبر حالات نادرة وليست منها. يعني دي فرصة كمان عشان أسأل حضرتك إيه العوامل اللي بتخلي في زيادة خطر حدوث بتر القدم؟ طيب احنا حدوث القدم السكري بيحدث نتيجة كذا عامل. اول عامل ان يكون في اصابة للاوعية الدموية في القدمين، فاحنا عارفين ان مرضى السكر اكثر عرضة لحدوث تصلب الشرايين، وبالتالي هناك ضعف في توصيل الدم للاطراف، وطبعا اكثر طرف بيكون متأثر هو طرف القدمين، يليها طبعا اليدين مشاكلها بتبقى نادرة لحد كبير. الحاجة الثانية ان هناك احدى المضاعفات الشهيرة جدا لمرضى السكر بتحدث حوالي من 50-70% من مرضى السكر، اللي هي اعتلال الاعصاب الطرفية بالنسبة لمريض السكر. هذا الاعتلال او بنسميه الاعتلال السكري للاعصاب بيحدث فيه نقص في الاحساس في القدمين، وبالتالي مريض السكر زي اي شخص ممكن يتعرض الى جرح ليه نتيجة لوجود مثلا مسمار في أو حاجة حادة أو حتى طوبة حادة. مواقف بنتعرض لها كل يوم، أي حد معرض إن هو يعني يتعور. تماما. في حاجات تانية كمان اللي هي الحروق. الحروق اللي هي ممكن تكون بسيطة جدا من مية سخنة بيستحمى بيها، أو على احنا داخلين على فصل الصيف في بعض الناس بتروح للمصايف لهم مجرد وضع رجلين على الرمل السخن ممكن يتسبب في حرق عند مريض السكر. وضع القدمين أمام الدفاية برضو في الشتاء ده أحد أسباب حدوث مشاكل، فيا إما بيبقى في جرح يا إما بيبقى في حرق نتيجة لضعف الإحساس في القدمين بسبب وجود اعتلال الأعصاب السكري. بيبتدي المريض عند درجة معينة بيبتدي ما يحسش بالمشكلة اللي حصلت في رجليه، مش بيحس بيها سواء كانت جرح أو كانت حرق، فبيبتدي يحدث قرحة أو جرح نتيجة لضعف سريان الدم. بيكون هذا الالتئام بيبقى هناك مشكلة في الالتئام، احنا عارفين ان التئام مريض السكر بالنسبة للجروح بيبقى ضعيف، برضو السكر بيشجع من حدوث الالتهابات،
ووجود المشكله نفسها في القدمين. طبعا احنا عارفين ان القدمين ممكن تتعرض لاتربه او اوساخ واحنا ماشيين، وبالذات الناس اللي هي بتمشي حافيه داخل المنزل او حتى بتخرج من البيت مش لابسه شراب وحذاء. فاحنا عشان كده نصيحتنا الثانيه بالنسبه لمريض سكر ان هو لما يخرج من البيت لازم يلبس شراب قطني وحذاء، والحذاء يكون واسع. يعني اذا كان يلبس مثلا مقاس 42 بنقول له لا البس 43، ويكون الحذاء من الامام يكون واسع، يعني ما يلبس احذيه بالموديلات الجديده ان هي تكون ضيقه من الامام، لان ده قد يتسبب نفسه في جروح وان يحدث قدم سكر. ان يحصل ميكروبات للجرح مع ضعف الالتئام، ده اللي بيؤدي الى تفاقم المشكله وحدوث ما يسمى بقرحه سكريه في القدم. وهذه القرحه طبعا اذا لم يتم علاجها بشكل سليم من الاول، اذا لم نهتم بضبط السكر بدرجه كبيره، ان هو قد يؤدي الى غرغرينا او لا قدر الله ضروره عمل بتر. طيب ايه اللي لو حصل؟ يعني عموما احنا بنتكلم كده بشكل عام، واضح انه القدم منطقه خطره، يعني انه تحصل فيها اي اصابه ممكن تؤدي الى مضاعفات وحاجات كتيره، واحنا زي ما اتكلمنا بنتعرض لحاجات كتير جدا يوميه. ايه اللي لو حصل في رجليا، لو انا حتى مش مريض سكر لازم اتوجه للطبيب مباشره؟ كلام حضرتك مفيد جدا الحقيقه. اول حاجه احنا لازم نهتم بالوقايه. الوقايه ده يعني اظبط سكري كويس قوي، اظبط سكر الصايم ما يزيدش عن 130، اظبط السكر فاضل ما يزيدش عن 170، السكر التراكمي لا يزيد عن 7%، اظبط الكوليسترول بتاعي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا افحص رجلي يوميا، وافحص رجلي في كل زياره للطبيب. يعني بعض المرضى لما بيروحوا للطبيب بيبقوا عندهم بعض، يعني هنقول مش متشجعين ان هم يقلعوا الحذاء ويقلعوا الشراب عشان الطبيب يكشف على رجليهم. لا، انا عايزه المريض نفسه يفكر الطبيب بتاعه يقلع الشراب، ولو الطبيب نسي يكشف على رجليه يقول له اكشف لي على رجليه. المريض بقى في البيت يعمل ايه؟ يوميا بيكشف على رجليه، بيبتدي يبص على الرجلين من الامام، ويبص كمان من بطن الرجل، ويفتح الاصابع يبص بينها. بالنسبة لبطن الرجل لو كان مش هيقدر يشوفها بسهولة بنقول له حطها قصاد في مرايات بلاستيك كده، يحطها في الأرضية، مراية بلاستيك عشان ما تعمل لناش تعوير ولا تعمل لنا مشكلة، حطها في الأرضية، يحط قصادها رجليه ويبتدي يبص على سطح الرجل من تحت. فهنبص على ايه؟ هنبص على اي تغيير في اللون، زرق، احمرار، سواد، اي تغيير في اللون. تاني حاجة اي خدش او جرح، اي نقطة غامقة ممكن تكون موجودة او تغيير في الشكل. نبص على وجود فطريات بين الاصابع، يبقى اي تغيير في رجلينا لازم استشير الطبيب بتاعي بشكل فوري. الحاجة التانية المهمة جدا ان في قياس لسريان الدم للقدمين اسمه جهاز الدوبلر، المفروض ان انا اهتم اعمله كل سنة بالنسبة لمرضى السكر. هل بعد البتر، بتر القدم كحل أخير يعني بعد تفاقم الإصابة بيعد خلاص كده الموضوع انتهى، ولا لا يعني لسه ممكن يبقى فيه مخاطر تانية بعد بتر القدم؟ يعني هو البتر طبعا مشكلة ربنا يعني يبعدها عن كل مرضى السكر، ولكن احنا نهتم بالوقاية الأول، لأن البتر ده قرار طبعا قرار صعب جدا أخذه. و ما بعد البتر المفروض ان احنا يعني نراعي السكر بتاعنا كويس قوي، برضو نهتم بضبط السكر، نهتم بضبط كل العوامل التي قد تؤدي الى القدم السكري. اذا كان في تدخين كمان لازم نوقفه على الفور، لان وجد ان التدخين بيزود من تصلب الشرايين، وبيزود من التهابات الاطراف، وبيزود مشاكل كتيره للاوعيه الدمويه بالنسبه لمريض السكر. يبقى انا اخد حذري جدا قبل حدوث اي مضاعفات للسكر ان انا كيف امنعها، واذا حدثت لا قدر الله بنبقى عارفين ان احنا اكثر عرضه لحدوث مضاعفات، وبالتالي لازم نهتم بدرجه كبيره. دكتوره ايناس شلتوت، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا جزيلا لكل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان على متابعتكم لينا في هذه التغطيه، والى اللقاء.